هذا كان يعني وصلني التقرير قبل أيام، وأنا أشكر أخونا العجمي وأهل السعودية الطيبين كلهم على رأسي على دعوتهم الكريمة لزيارة المملكة العربية السعودية والاستمتاع بالبر والأجواء الحلوة، وأنهم ابتعد عن المشاكل والسياسة يا الملة. أنا شاكر لهم هذه الدعوة، وكلكم على رأسي، وقريب إن شاء الله حكم في المملكة العربية في سيارة خاصة بإذن الله. نشوف هذا التقرير. الحين بنصور برنامج ابو احمد. أيوة محمد المله والله. نعم ابو احمد الشاهد، وبرنامج خاص اقول احنا نتابع الشاهد دائما نتابعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابو احمد يا ابو احمد، شوف شوف حياتي الزياره يبي الزياره. خلينا نشوف ابو احمد، سير علينا يا ابو احمد. جو عجيب يا ابو احمد. خلي يستمتع ويطلع من الجو. الإعلام ارتاح نفسيتك يا ابو احمد، دائما انت كل الاعلام دائما يا ابو احمد وانت زعلان دائما يا ابو احمد وانت زعلان وزعلان على كل مشاكل يا ابو احمد. فتره اخذك يومين ثلاث ايام ترتاح يا ابو احمد. ها كلهم هل قناه الشاهد كلهم. ايه والله نحييهم يستاهلون. نرحب فيهم كلهم يستاهلون. ابو احمد برامجه دائما مفيده. الله يجزاك. مشكورين يا اهل السعوديه وعلى راسي من فوق، وللعجمي لك التحيه، وان شاء الله نستجيب لدعوتك ونيلك هناك ونستمتع بالبر باذن الله. اعزائي المشاهدين، ننتقل الان الى فقره الديوان.